شوف الاخنا الله يساعدك حبيبي. شلونك؟ شلون هالمنطقه؟ والله تعبان. هاي شوف قدامك الوضعيه، محلات تعبانه لا شغل لا عمل. نعم المحلات اغلبها معزله. هاي قاعد شوف قاعده. نعم والله شغل ماكو. شغل ماكو؟ لا والله انا عامل بالنسبه لي، يم ابن اخوي هذا ابن اخوي. نعم اريد انا بس اشتغل بس راتب اريد عامل انا. نعم ويا ابن اخوي اريد بس راتب ما الرعايه. ما عندك راتب رعايه؟ لا نعم. يعني هاي ابسط حقوقه هسه انسان ما عنده لا راتب لا تقاعد لا وظيفه، المفروض 56 سنه كل شيء ماكو كوزير للعمل والشؤون، المفروض هذه يعني هذه ابسط حقوق المواطن. زين جولات الميدانيه للوزاره الاستشاريه كم مره ما سوى لي راتب؟ قدمتها حجي، قدمتها المركز الوليد الكاظميه، ما حد ما وصلت ولا راجعت ولا قلبوني. شاب وين الشاب؟ وانا شاب من 2012 والله. الاداره اللي احنا نتحدث زين، وهاي الوضع تشوفه قدامك بالوزارات والمؤسسات. شوفي قدامك الوضع بعد شنو تحتاجون؟ هذا غير الشارع، هذا طبعا الشارع خدمات الكهرباء خدماته كلها، حتى مي موشي، حتى الكهرباء مو هالقد. وطنيه الكهرباء الازليه بالنسبه للعراق. يعني كل العراق كل ست ساعات تجي ساعه تجي محلات تشتغل. شلون تشتغل؟ مكاين كلها نجاره ومعامل، شلون يشتغل؟ شلون يقص على المولد؟